بسم الله الرحمن الرحيم. أحب الأول أرحب وألقي تحية على كل المشتركين عندي على قناة مانجومار اللي هي قناة عالمية للكمبيوتر والموبايل والجرافيكس والديزاين وكل شيء. وبعتذر إن أنا غبت عنكم لفترة طويلة، يعني ما يقارب العام تقريبا ما نشرتش حاجة على القناة، إنما طبعا أنا مفتقدكم جدا. وعلى يعني طبعا الغياب كان لظروف، ممكن اقول ظروف سياسيه وظروف مزاجيه، لكن الحمد لله ادينا رجعنا وبنتقابل تاني واحنا على مشارف نهايه عام 2016 وعام 2017. احب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يا رب دايما الايام الجايه تكون دايما احسن من اللي راحت علينا وعلى الامه العربيه والاسلاميه جميعا. دي دعوه ل كل مشتركي على قناة مجمار انهم يتابعوني على قناة فلوس اكاديمي. مش معنى كده ان انا ههمل او اهملت قناة مجمار، انما في حاجات ان شاء الله هننشرها، لكن القناة دي عملتها سيبرت بحيث ان هي تكون مميزة شوية. وطبعا لازم يتطلب ان انت تشترك فيها علشان يوصلك كل جديد، او تشترك معنا على الجروب الموجود في اسفل الديسكريبشن بتاع الفيديو. مرة تانية بعتذر منكم عن الغياب، وبدعوكم لمتابعتي على قناة فلوس أكاديمي. القناة دي هي قناة معمولة أساسا علشان teach you how to make money online، يعني ازاي تعمل فلوس عن طريق الانترنت بالطريقة طبعا الصحيحة. طبعا مش بس هتعلمك ازاي تعمل فلوس، انما هتعلمك ازاي توفر فلوس وازاي تجيب بعض الحاجات فري. وطبعا في سؤال دايما بيخطر على البال ان هل فعلا، يعني طبعا اليوتيوب مليان فيديوهات، والانترنت مليانه بناس بتقول ان هي عملت ملايين وناس عملت الافات، هل الموضوع ده صح؟ لان كان في واحد بيسالني هل فعلا الناس دي بتعمل ملايين، هل فعلا الحاجات دي بتنجح، امال احنا لما بنيجي نعملها بنفشل ازاي وبنخسر فلوس؟ طبعا القناه دي انا في احاول في القناه دي اقول لك، يعني بدايه كده بقول لك ما تصرفش اي فلوس من جيبك، يعني حتى لا في طبعا في تولز معينه لازم تدفع فيها فلوس ولازم تشتريها، لكن انا اعلمك طريقه ان انت تجيب الفلوس الاول from nothing، يعني من لا شيء، ثم اذا حبيت تستعمل الفلوس دي في انك تاخده خطوه اعلى او اعلى وهكذا. طبعا الناس اللي هي بتيجي على اليوتيوب وتقول لك عملت ملايين ومش عارف الكلام ده، فيهم بعض الناس طبعا عملوا فلوس، لكن لما بتلاقي واحد يقول لك انه عمل ملايين وعنده مش عارف عمل في الشهر الاولاني مثلا $20,000 و$30,000 وعمل ملايين في السنه، ويجي في اخر الفيديو يروج لك منتج معين تبعه هو يبيعه لك مثلا ب $1,000 او $500 وكلام من ده، تعرف على طول ان هو يعني ان هو بيعمل فلوس من الحاجات اللي بيبيعها لك مش من المعلومه اللي قالها. يعني في ناس بعض الناس بتروح مثلا اجازات معينه، تطلع على هاواي او تطلع على ميامي او كذا كذا، وتصور نفسها مثلا في اوتيلات وتقول لك ان انا عملت كذا وانا كذا. طبعا الناس دي بتبقى الفيديو مكشوف معروف، وللاسف ناس بتقع في المشكله دي، وفي ناس بتتفرج على فيديوهات بتكون على مستوى اعلى شويه وتنتهي بقى الحال انها بتتعقد وتقول لك لا الموضوع مش نافع وما مشيش، او مش عندنا، او مش هيمشي في بلادنا، او فيها تريك او كذا، وبعدين بتتعقد وتقول لك ما فيش حاجه نافعه على النت. او في ناس بتيجي تعمل جامب على طول، بتطلع لمستوى اعلى وتدفع فلوس وبتخسر، وبالتالي بيتصاب بنوع من الاحباط وفقدان الامل. انا طبعا الحاجات دي كلها هقولها لك، وهنحاول نمشي واحده واحده زي ما هنشوف دلوقتي. خلينا بس نشوف احنا هنتكلم ايه عن الفيديو دوت. بس يا ريت زي ما بقول قبل ما نتفرج على الفيديو، يا ريت تعمل سبسكرايب تحت، تضغط سبسكرايب بحيث تشترك على القناه، وتدعو اصحابك للاشتراك في القناه، لان طبعا كل ما تدعو اصحابك اكتر كل ما فرصتك ان انت هتعمل بيزنس قدام زي ما هنشرح هتزيد. انا هنا طبعا يعني هنتكلم على البيزنس، يعني يعتبر الحلقه ديت بس هتبقى بدايه سلسله طويله جدا الله اعلم امتى هتنتهي. لكن البيزنس بالذات، يعني انا دايما في مقوله بيقولوا is not about money it's about a new adventure، يعني البيزنس مش كله على سنة عشان اعمل فلوس، يعني حتى لو انت معاك فلوس هنعلمك ازاي، لو انت عندك بيزنس هنعلمك ازاي تاخد البيزنس بتاعك up and up and up، يعني ليه بالهاير، يعني تطلع بيه لفوق شويه. لو انت يعني زي ما قلت، لو انت عندك مطعم فيش زباين بتعدي قدامك او مفيش زباين بتيجي عندك، كل اللي بيعدي اللي هو بيعدي صدفه ويعرفك ازاي تجيب ناس تسال عليك وتيجي،
زي ان عندك مثلا يوتيوب شانل، لو انت عندك مهارات معينه في البيت زي طبخ زي مش عارف ايه، الكلام ده كله طبعا هنتكلم عليه بالتفصيل، لكن هنبدا بيه من الاول. وزي ما قلت هنا الفلوس مش كل حاجه على الفلوس، يعني ممكن تكون انت غني وممكن يكون معاك فلوس تكون مبسوط ومش محتاج اصلا انك تعمل بيزنس، انما فيها فن، فيها فن يعني، فيها متعه، فيها قتل الوقت، فبرضو يعني هتستفيد معانا وهتقتل على الوقت معانا. وبعدين طبعا في مقوله تانية زي ما احنا شايفين على الشاشه بتقول if you are not losing money you are far ahead، يعني ما دام مش هتخسر فلوس يبقى انت متقدم. طبعا انا مش هقول لك ادفع فلوس ومش هبيع لك حاجه، انا هوريك الطرق كلها، ومعظم التولز او الادوات اللي هوريها لك هتبقى ادوات مجانيه. في ادوات هتبقى بفلوس اقول لك انها بفلوس، لكن قبل ما تشتريها هعرفك ازاي تجيب الفلوس بتاعها، وحتى لما تشتريها هعرفك ازاي تجيب الفلوس اللي انت دفعتها. زي ما قلت في فيديوهات كتير جدا على اليوتيوب، لكن مشكلتها ان هي متشعبه، وبتشوف ده تيجي تمشي تلاقي الموضوع متشعب، وفجاه بتحس ده ان شاء الله لوست، يعني انت تايه في نص الموال ده كله. لكن صدقني في فلوس اونلاين، طبعا مش كل اللي بقول لك عليهم كلهم نصابين، اللي يجي يقول لك بعمل ملايين وبعمل ملايين مش كلهم نصابين، لكن يبقى في تريك، والتريك دي ما بيقولهاش، يعني في حاجه معينه هي اللي بتعمل بوست للبزنس بتاعه بس مش هيقولها لك، لانه لو قالها لك هيخسر، هو دافع فيها فلوس. فاحنا نحاول نوصل لكل التيبس والتريكس دي، مش هنخبي حاجه، هنقول كل حاجه بصراحه. طيب فين المشكله عند الناس؟ يعني المشكله فين عند الناس؟ المشكله ان عند الناس حاجتين اتنين، حاجه اسمها فكر افتراضي وفكر واقعي. الفكر الافتراضي ان لما تيجي تقول لواحد مثلا ان في بيزنس او في طريقه انك تعمل فلوس، على طول هيقول لك مثلا مش هتمشي، جربتها، فلان جربها، فلان عملها، طب افتح مطعم، فلان فتح، مفيش زباين، الشارع ميت، كذا كذا كذا، في فلوس اونلاين، مفيش اونلاين، كلهم كدابين، بلا 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 بلا، الكلام ده كله. ده الفكر الافتراضي دايما بيفترض الفشل، وهنا بتبقى في رغبه منه للابقاء على وضعه، سواء هو فقير او متوسط او غني، في فكره عنده ان هو يبقي على وضعه بدون تغيير. الفكر الواقعي اللي هو فكر واحد بيحاول يفصل في الواقع، افتح مطعم، طيب ازاي افتح مطعم؟ ازاي المطعم ينجح؟ ازاي البيزنس بتاعي ينجح اونلاين؟ ازاي الموقع بتاعي يوصل للناس اللي هي مهتمه؟ لان احنا بنشوف ناس كتير بتقول لك اعمل بيزنس على الفيسبوك، اعمل بيزنس على انستجرام، على يوتيوب، على بنترست، على فليكر، على لايف، على حاجات كتير جدا. ويبدا يضيف ناس ما يعرفهاش، وتفاجئ مثلا زي ما انا بفاجئ باصحاب مثلا بيضيفوا ناس، مثلا تلاقي واحده شغاله كذا، وواحده عيانه، وواحده مش عارف ايه، وراجل مش عارف ايه. مش كل دول هيشتري، احنا هنعلمك بالظبط ازاي تجيب الناس اللي هي مهتمه بالمنتج اللي عندك، سواء عندك صفحه عن الاكل، عن الطبيخ، عن الملابس، عن اي، حتى عن الشعر، عن القصه، عن اي موضوع. هنحاول نوريك ازاي تجيب الناس المهتمه بالمنتج ده، بحيث انها تيجي عندك تشتري المنتج بتاعك، مش اي ناس، مش هتضيف اي ناس. فده الفرق بين الفكر الافتراضي والفكر الواقعي. لو انت تبع الفكر الافتراضي وعايز تغيره، اهلا وسهلا بك في القناه. لو انت عندك الفكر الواقعي، يعني يا ريت تشترك معنا في القناه، لان طبعا الحاجات دي كلها هتفيدك. هنتكلم على الديجيتال ماركتنج وبالذات الاي كوميرس. الاي كوميرس اللي هو البيزنس اونلاين، تمام؟ طبعا هنبدا من تحت خالص، من ستارت اب براكتس زيرو كوست. هنبدا كانك انت معكش فلوس خالص، مفيش في جيبك فلوس، وهنبدا نوريك ازاي تعمل فلوس فور نافينج. هنبدا نطلع شويه بحيث نخش فوق شويه على السمول سكيل، يعني ناخد مثلا بزنس صغير شويه، وده هيكلفك حاجات بسيطه انت عملتها قبل كده لما بدات من نافينج، تمام؟ بعد كده نطلع فوق الميديوم سكيل، وبعد كده اللارج سكيل اللي هو على انتربرنور، اللي هي طبعا متقدمه جدا. فهنبدا من لا شيء ونطلع معانا لفوق. فانت اذا مهتم بالبزنس ده، الموضوع ده ما بيجيش بين يوم وليله، يعني يقول لك انا بدات البزنس وعملت في اول شهر كذا او اثنين شهر كذا، دون ليسن تو مي، از لاينج، از لاينج، از نوت تيلينج يو ذا تروث، بيضحك عليك وما بيقولكش الحقيقه، صدقني. لازم تبدا من تحت، فيك تبدا من النص، تبدا من فوق، بس هتتلخبط وهترجع تندم تاني، وهترجع تتعلم من اول جديد، زي ما تكون بالظبط بنقرا قصه، وبعد ما نخلص القصه بنقوم رايحين المقدمه اللي احنا اهملناها في البدايه، لانها بتدينا فكره شامله وعامه عن الموضوع، وهتخلينا نفهم القصه كلها. بالظبط هنا لازم تبدا من تحت خالص وانت طالع فوق، مش من تحت خالص بس ان احنا ناخد سنه، بالعكس احنا ممكن في خلال شهر او شهرين نكون وصلنا لمستوى نقدر نفهم فيه، بحيث ان احنا نتشعب تشعبات
هتجيب لنا فلوس كتير. سوري ان انا اتكلمت بس في الفيديو ده وما عطيتش امثله، لكن ان شاء الله الحلقه الجايه هنبدا في اول مرحله اللي هي ستارت اب براكتس وهنمشي منها. وارجو منكم المتابعه وارجو مشاركه الفيديو ده مع كل اصحابك ومع كل اللي يهمهم امرك، لان زي ما قلت مشاركتك للفيديو هتفهمها قدام وهتفيدك قدام. وكمان ما تنساش تعمل سبسكرايب على الفيديو بتاعنا. ومره ثانيه كل سنه وانتم طيبين، بقرب نهايه عام 2016 ويا رب عام 2017 يكون خير علينا وعليكم، وكل عام وانتم بخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.